طيب واحنا بنتكلم مع حضرتك يا دكتور، احنا عندنا تقريبا كام طالب وافد بيدرسوا في الازهر؟ ما يقارب 40,000 طالب، قد يزيد وقد ينقص، يعني طيب يختلف من عام الى عام. في الحدود دي. طيب عظيم، ازاي ممكن نوظفهم في ان هم يكونوا سفراء للازهر لنقل رسالته للعالم لشرح تعاليم الدين السمح؟ بالفعل نحن نعمل على ذلك، يعني طبعا كي اقول انشطه المركز يحتاج الى وقت طويل، وإن شاء الله يتسع ذلك الوقت فيما بعد. لكن بالنسبة لهذا السؤال تحديدا، نحن بالفعل عندنا أكثر من شيء. أولا يوجد برنامج الدبلوماسية الحضارية، كيف نصنع هذا السفير الذي لابد أن يكون مختلفا في فكره وثقافته وعقله ومنهجه الوسطي، وهذا يتم من خلال أشياء كثيرة، وأول ذلك وأبسطه هو لجميع الطلاب من خلال مناهجنا. مناهج الأزهر طبعا نحن أصلحنا تماما مناهج الوافدين وتم تغييرها بالكامل، لا لأن كان فيها خلل، ولكن لأن ما يناسب الطالب الوافد لا يتناسب مع الطالب المصري. مزبوط. فكان أول ما ارتآه فضيلة الإمام وقمنا على تنفيذه هو إصلاح مناهج الوافدين، وبالفعل هذا العام أتممنا كل المناهج، الصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي، وبذلك نكون قد انتهينا هذا العام من إصلاح المناهج من أول الأولى إعدادي إلى الثالث إعدادي، ومن أولى ثانوي إلى الصف الثالث الثانوي. هذه المناهج تعلم الطالب أشياء كثيرة جدا، الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام والعدل، وكيف يكون سفيرا لهذا الدين يعبر عنه بصدق، لأننا وقعنا فريسة بين من يكون متشددا في الدين جدا ومن يكون جاهلا بالدين جدا. فهذا الصوت الذي هو منطلق من سفراء يمثلون مختلف دول العالم لابد أن يكون موجودا، ولن يكون موجودا إلا إذا خرج من رحاب الأزهر الشريف. أكيد.